يستلقي الطفل يوسف بجسده النحيل هذا على سرير بمستشفى الأقصى في دير البلح، وقد ربطت رجله بحقن وريدية. لا علاج متوفر في غزة ليداويه، ولا حليب متوفر ليغذيه. يوسف بده علاج، بده غذاء منيح، بده حليب مش متوفر بغزة بالمرة. حال الطفل يوسف كحال أطفال آخرين، أجسادهم تذوب أمام أعين ذويهم، يشاهدونهم يموتون ببطء، بينما يحاول الطاقم الطبي بما توفر إنقاذ حياتهم. هو بقلة الإمكانيات، فيش صيدليات، فيش مش متوفر ولا حاجة، ولا نوع حليب متوفر في الأسواق. منظمة الصحة العالمية كانت قد حذرت من أن 4 أطفال من كل 5 أمضوا يوماً كاملاً بدون تناول الطعام مرة واحدة على الأقل خلال 3 أيام. الأطباء في القطاع والمنظمة الإغاثية قالوا إن ارتفاع معدلات سوء التغذية سببه عدم وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع. سبب إغلاق المعابر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى أمراض كثيرة في داخل قطاع غزة، ومنها سوء التغذية وسوء الامتصاص.